طبعا زي ما هو معروف للجميع الهيئه القوميه للبريد لها 4500 فرع منتشرين على مستوى الجمهوريه بيقدموا 165 خدمه، فكان لزاما علينا كمؤسسه عريقه تواجد في محفل دولي زي كده، فكان بتكليفات من دكتور شريف فاروق رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للبريد التواجد في المعرض وتقديم جميع الخدمات الماليه والبريديه والحكوميه، وطبعا ده بمتابعه دقيقه من سيادته بغرفه عمليات مخصصه للمحفل الدولي ده في دورته ال 55 للمشاركه الرابعه على التوالي. البريد المصري بيقدم جميع الخدمات المقدمه في كل مكتب بريد، ومن ضمن المزايا المقدمه خصم 25% على خدمات وصلها وخدمات ايزي بوكس طرود وخدمات البريد السريع الدولي الداخلي. في معرض الكتاب هذا العام انا بقدم كتاب عنوانه جنوب السودان شهادة على ميلاد الدولة. هذا الكتاب بيوثق لتجربة انفصال جنوب السودان من واقع تجربة ومعايشة أنا عشتها في حدث انفصال الجنوب، وأنا كنت متواجد وقت تقرير المصير في 2011 في جنوب السودان. في هذه الزيارة وفي هذه التجربة أنا قابلت نخبة كبيرة جدا من السودان ومن شمال السودان ومن جنوب السودان وشخصيات دولية عاصرت هذا الحدث، أبرزهم يعني جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق وجون كيري وكوفي عنان جورج كلوني أيضا من النخبة السودانية شمالا وجنوبا. هذا الكتاب بيوثق لهذه المرحلة المهمة. هو الحقيقة طبعا يعني الكتاب ده حصيلة إنتاج بحثي يزيد عن 10 سنوات، أردت أن أضمه في كتاب لكي يستفيد منه القارئ العادي والقارئ المتخصص أيضا، خاصة وأن هناك مقولة يرددها البعض أن تاريخ الفاطميين قد قتل بحثا، وهذه المقولة تتنافى تماما مع البحث العلمي وطبيعة البحث العلمي. لذلك أردت أن أجمع بعض الموضوعات المهمة التي استنفذت مني فترة زمنية كبيرة جدا في البحث والكتابة عنها، زي ملابس الخلفاء الفاطميين، زي صناعة الحلوى وارتباط عروسة المولد بالمولد النبوي الشريف في العصر الفاطمي. الندوة كانت ندوة جميلة جدا، الناس كتيرة شرفتني بالحضور. الكتاب إن شاء الله يطلع عمل كويس لأنه فكرة جديدة، كنت دايما متعود أقدم قصص ساخرة وكتب ساخرة، يمكن المرة دي الموضوع شوية مختلف لأنه مرتبط بالقصص والحكايات الإنسانية اللي كانت الناس متعودة تبعتها لي من خلال الإنبوكس على مواقع التواصل الاجتماعي. الندوة الحقيقة كانت ندوة بنستعرض فيها مشروع استكشاف الأهرامات التي تقود كلية الهندسة جامعة القاهرة، والذي أدى لاكتشاف ممر جديد خلف الجمالون الشمالي للهرم الأكبر، واستعراض ما تم استخدامه من تقنيات حديثة لاكتشاف الأهرامات. الحقيقة يعني أهم ما يمكن استعادته من عميد الأدب العربي دكتور طه حسين هو منهجيته في التفكير التي أرسى دعائمها طوال حياته وحاول أن يجدد فيها أيضا طوال عمله، وهذه المنهجية بتقوم على العقلانية، على الحرية، على الفكر النقدي، على الاستقلالية، سواء استقلالية المؤسسات واستقلالية المفكر ذاته. المعرض السنة دي ما شاء الله أنا شايفة أن في إقبال عليه، والأطفال كمان ما شاء الله بدأ الجيل الجديد يعني يلجأ إلى الكتابة والقراءة زينا. معنا برضو أطفال عاملين كتب، ودي حاجة مبشرة طبعا، بيشاركوا بأقلامهم مبدعة بصراحة. يعني أنا النهاردة موجودة هنا في معرض الكتاب من خلال مصر الخير، بنعمل نشاط للأطفال هنا في منطقة الأطفال. أنا بحكي حواديت وبلعب معهم عرايس، ويعني أنا شايفة الأطفال مستجيبة كويس للموضوع، الحكايات بتشدهم قوي، والعروسة كمان لفت نظرهم، ودي حاجة عامل جذب يعني للفقرة كويسة يعني، وأنا مبسوطة أن أنا موجودة هنا.